السلام عليكم ورحمة الله. يواصل اللاعب جود بيلينغهام التألق مع نادي ريال مدريد، وهذه المرة من بوابة الدوري الإسباني، وكان الضحية هو نادي برشلونة الغريم التقليدي لنادي ريال مدريد، وذلك من خلال تسجيله لثنائية رائعة جدا جاء منها الهدف الأول عن طريق تسديدة صاروخية لم يستطع الحارس تشريغن التصدي لها. أما الهدف الثاني فجاء بعد تمريرة من اللاعب داني كارباخال مرورا للاعب لوكا مودريتش الذي أرسلها إلى اللاعب جود بيلينغهام الذي أركن الكرة بنجاح بين أقدام الحارس تشتيغن. وبهذه الثنائية يبصم اللاعب جود بيلينغهام ويؤكد على أنه جوهرة جديدة لنادي ريال مدريد، وأنه سيحصد في المستقبل جميع الجوائز الفردية. والسلام عليكم.